بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم اللي بيصادف 14/6 من كل عام، حبينا بقيادة المنظمة وحبوا شباب المنظمة يعني يقوموا بالتبرع بحملة التبرع بالدم، طبعا ليست فقط في دمشق وإنما على مستوى يعني المحافظات. هي عربون شكر وتقدير لتضحيات جيشنا الباسي اللي عم يسطر كل يوم أروع وأعظم الانتصارات، وطبعا هذه يعني الحملات هي لجرحى الجيش العربي السوري، وطبعا هي أقل ما يمكن أن يقدمه شباب الوطن لأبطالنا أبطال الجيش العربي السوري. إجينا اليوم لحتى نتبرع بالدم لأنه جيشنا بيستاهل أكثر من هيك، وأكيد بيستاهل أنه نحن نتبرع بدمنا وهو عم بيضحي بحياته كرمالنا، يعني شيء طبيعي أنه نحن نتبرع بالدم. إجينا لهون منشان يكون مساهمة فعالة منا نحن الشباب، وأكيد لازم نكون نحن السباقين لهذا الموضوع. قرر فرع دمشق اتحاد شباب الثورة بيشارك بحملة التبرع بالدم باليوم العالمي للتبرع بالدم لنساعد جرحى الجيش العربي السوري يلي سطروا ملاحم المجد والنصر، يلي دافعوا عن كل شبر أرض في سوريا ودافعوا عن أي كل نقطة بسوريا. مناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، شبيبتنا قررت انه تساهم بهذا الشيء وبهذا اليوم الكبير. احنا اجينا لهون حتى نتبرع بالدم، بما انه اليوم يوم التبرع بالدم العالمي، مشان شباب سوريا كلهم والجيش العربي السوري، ونحن ما زلنا هلا شباب وقادرين على تحمل الصعاب ونتبرع شوي من دمنا. احنا اليوم جايين من اتحاد شباب الثورة لحتى نتبرع بالدم لابطال الجيش العربي السوري.